السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده انا جاي اجاوب على سؤال واحد بس. السؤال ده اتسأل لي كتير جدا في الكومنتات، واتسأل لي في الخاص، واتسأل لي برضو من صحابي. ايه فوائد الهجرة؟ الهجرة عادت عليك بايه؟ طيب قبل ما ابتدي اجاوب على السؤال ده، انا في نقطتين مهمين عاوز انوه عليهم. النقطة الاولانية، الهجرة ليها مميزات وليها عيوب، زي ما بتديك بتاخد منك برضو، دي اول حاجة. الحاجة التانية اللي انا هقوله هنا في الفيديو ده على المميزات، هو نابع من قناعاتي الشخصية، من تجربتي الشخصية، ومن تجارب صحاب ليا شفتهم. فممكن اللي انا هقوله هنا كمميزات ممكن تقول لا ده بالنسبة لي عيوب، لان طبعا قناعاتك الشخصية وتجاربك الشخصية ممكن تكون مختلفة عن اللي انا مريت بيه. طيب خلينا نبتدي ونقول بنقط معينة ونقط محددة ايه فوائد الهجرة. اول نقطة هنتكلم فيها هنا هي الهجرة بتفتح لك افاق جديدة، بتفتح لك اوبشنز جديدة ما كانتش عندك قبل كده. واديك مثال شخصي بالنسبة لي. انا لما كنت عايش في مصر، لما كنت بدور على شغل، بدور فين؟ بدور في مصر، بدور في الخليج العربي. رحت الامارات، وانا في الامارات لو فكرت انقل في شغلي بدور فين؟ يا اما في الامارات نفسها، يا اما في دول الخليج العربي. عمري ما فكرت في الوقت ده ان انا ادور مثلا على شغل في بلاد تانية، لاسباب كتيره منها الفيزا، ومحتاج مثلا ريكويرمنتس معينه مش عندك. الهجره لنيوزيلندا فتحت لي افاق كتيره ما كانتش موجوده عندي قبل كده. فتحت لي مثلا ان انا اقدر، طبعا غير ان انا اشتغل وعيش في نيوزيلندا لغايه اخر عمري، ان انا ممكن اروح اشتغل في استراليا حسب الاجريمنتس اللي ما بين الدولتين. سهلت لي جدا ان انا ممكن اخد ورك فيزا في سنغافور واقعد في سنغافور سنه وشويه بشتغل فيها. سهلت لي جدا ان انا اعمل بروجكتس زي ما بعمل دلوقتي في الاتحاد الاوروبي. ده افاق جديده ما كانتش موجوده عندي قبل كده. اهو الهجره فتحت لي الحاجات دي. ده اول حاجه. طب تاني حاجه هي، خلينا بس نتفق قبل ما نبتدي في تاني حاجه، ان المميزات مش بتعود عليك لوحدك، المميزات بتعود عليك وعلى الناس التابعه ليك. لو انت متزوج وعندك ولاد فبيعود على زوجتك وعلى ولادك. لو انت برضو هتكون اسره في المستقبل فهيعود عليهم الكلام ده. طيب الحاجه التانيه، حكايه الاكسس على الدول. بمعنى بباسبورك النيوزيلندي، الاسترالي، الكندي، الفرنسي، الالماني، بيتاح لك انك انت تدخل دول كتيره قوي للسياحه مثلا لفتره معينه من غير اي فيزا. للاسف بباسبوراتنا بنحتاج فيزا وفي تعقيدات وورق وبتاع، وبتلاقي نفسك تكلفه السفر كتيره عليك. بمعنى لو انت معاك باسبور استرالي فانت بسهوله جدا ممكن تدخل الاتحاد الاوروبي من غير اي فيزا، من غير شنجن. مجرد بتقطع تذكرة، تدخل، تقف في المطار، تختم باسبورك وبتطلع. لو انت معاك باسبور من باسبوراتنا اللي هي اي باسبور من الباسبورات العادية بتاعتنا، لازم بتقدم لورق، وده بيكلف فلوس، ولازم تترجم ورق، ولازم تجيب بنك ستيتمنت و امبلويمنت سيرتيفيكت و و و و و، بيكلفك مجهود، بيضيع عليك فرص انك انت ممكن كنت تاخد مثلا ديسكاونت في التيكت، وبرده بيأخر لك الوقت. فالاكسس بتاع الباسبور الاجنبي اسهل بكتير قوي من الباسبورات بتاعتنا نتيجه اتفاقيات الدول. ده تاني حاجه. يمكن بالنسبه للناس العاديه ده مش مهم، لكن بالنسبه لواحد بيحب يسافر زي حالاتي او بيروح من مكان لمكان، طبعا ده كان حاجه مهمه جدا. وان شاء الله فيديو من الفيديوهات هحكي بالتفصيل حاجه حصلت لي. كان معايا الباسبور المصري وحاولت اسافر بلد، وبعديها بكام شهر معايا الباسبور النيوزيلندي، وهقول التجربه بالتفصيل ان شاء الله. ده سبب تاني. في سبب تالت كمان. الحاجة التالتة، انك انت لو هاجرت بلد زي كندا، استراليا او نيوزيلندا، انت بتدخل تحت حاجة اسمها الويلفير سيستم. طيب ممكن ناس كتيرة قوي ما تفهمش ايه الويلفير سيستم ده. الويلفير سيستم ده اللي هو انت بتدخل تحت النظام الاجتماعي بتاع الدولة. فمثلا لو سبت شغلك بيجي لك مثلا unemployment aid او مساعدة نتيجة البطالة، مساعدة البطالة مثلا، بتبتدي تدخل تحت كاتيجوري معينة يساعدوك انك انت مثلا تاخد بيت او تأجر بيت، بيدوك فلوس عشان تعيش، تاكل وتشرب، ولادك بيتعلموا مثلا ببلاش، الصحة بقت ببلاش، الميديكال ببلاش،
حاجات كتيرة جدا ما كانتش عندك وانت في بلدك الأصلية. اللي انا بقوله ده مش معناه ان بلدك الأصلية وحشة او كويسة، ومش معنى البلد اللي انت مهاجر لها كويسة او وحشة، معناها انك انت بتفتح لنفسك اوبشنز اكتر، مش اكتر من كده. برضو مثال شخصي، لما بتهاجر نيوزيلندا تعليم الولاد بيبقى ببلاش، ما بتدفعش اي مليم. وانا ما اقول اي مليم it means اي مليم. زمان من كام سنة كان في حاجة اسمها في نيوزيلندا بالذات، يعني زي ما قلت لك في الاول الكلام ده نابع عن تجربة شخصانة، نيوزيلندا كان فيها دونيشن حوالي 50 دولار، يعني تدفع حوالي 500 جنيه، وده دونيشن ممكن تدفعه او ممكن ما تدفعهوش. دلوقتي فري من اول الدراسة لغاية الهاي سكول لغاية تالتة ثانوي بالمصر عندنا من غير فلوس، زيرو، ما بتدفعش اي حاجة لاطفالك عشان يدخلوا المدارس. تمام، ده مثلا من الامثلة ومن الحاجات المعضلات دلوقتي مثلا في بلد زينا زي مصر مثلا، انك لازم تدفع فلوس معينة عشان تدخل ولادك المدارس. فانا شايف ان دي ميزة ما كانتش موجودة عندنا، او ما كانتش موجودة لغاية اما انا هاجرت ورحت وعشت هناك بقت موجودة عندي. الحاجة التانية كمان، ده سبب تالت. السبب الرابع، طبعا انا مش هفتكر بالظبط انا قلت نقطة كام ونقطة كام، بس انا بحاول ان انا الخص من وجهة نظري الشخصية. حاجة تانية بتتفتح لك الدراسة، لو انت عاوز تكمل دراسة، لو عاوز تعمل MBA، لو عاوز تعمل ماستر، لو عاوز تعمل PhD، بتلاقي جامعات لها رانكس عالي في الدول دي بتقدر تعمل فيها الماجستير والدكتوراه، وهم بيساعدوك على كده. هم بيساعدوك بان هم بيدوك لو انت مش شغال لون، قرض يدفع لاحقا لما تشتغل لانك تاخد ماستر او تعمل بكالوريوس او اعتقد الدكتوراه فور فري في نيوزيلندا، بس المعلومه مش مؤكده عندي، محتاج ان انا اكدها. ونفس الحكايه كمان بيدوك فلوس تعيش بيها وانت بتدرس عشان تقدر انك تاجر مكان تعيش فيه وتاكل وتشرب. ده برضو بيعتبروه جوه الويلفير سيستم. الاوبشن ده ما كانش عندك قبل كده، لما هاجرت بقى عندك. في دول زي مثلا فرنسا او المانيا الميديكال از فري، كومبليتلي فري، ما بتدفعش اي مليم. يعني لما بيجي لك برد، لما بيجي لك اي حاجه، بتروح للدكتور او بتروح للجي بي بتاعك او بتروح للدكتور الخاص بتاعك، ما بتدفعش حاجه، تاخد الادويه ببلاش. في بلد زي نيوزيلندا بتدفع مبلغ رمزي، والادويه مبلغ رمزي جدا 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 جدا، ولا قدر الله احتجت مستشفى او احتجت عمليه فهي فور فري. برضو الاوبشن ده مش عندك، الاوبشن ده بيبقى عندك لما تهاجر بلد من البلد دي. دي مميزات كتيرة، لو قعدت بصيت على الناس اللي هاجرت هتلاقيهم كاتبين مميزات اكتر من اللي انا قلتها. دي مجرد مميزات انا شايفها واضحة للعيان. في طبعا مميزات كتيرة مش باينة قوي، منها انك انت بتحسن لغتك التانية، يعني احنا كلنا بنتكلم اللغة العربية بطلاقة، لكن الشغل بتاعنا الواحد زي حالاتي مثلا من تجربتي الشخصية، انا IT محتاج الانجليزي بتاعي يكون هاي ليفل. لما رحت نيوزيلندا طبعا الانجليزي has been completely improved، بقى احسن بكتير من الاول. طبعا انا مش بتكلم زيهم، وبرضو لسه لغاية دلوقتي بعمل mistakes في grammar، ولسه مش مثلا بتكلم بطلاقة، بس بقيت بتكلم احسن بكتير جدا 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 من قبل كده هو. وطبعا كل حاجة بتتطور في العلم وفي الشغل، بيفتح لك مدارك وبيفتح لك اماكن كتيرة جدا. يعني انا ليا صديق شخص ليا كان بيشتغل مثلا في مصر وفي كذا بلد، وراح نيوزيلندا طور نفسه، دخل في مجالات جديده ما كانش يعرفها قبل كده، هو ابتدى ان هو يطور نفسه حتى في على مستوى الكارير باث بتاعه ارتفع جدا نتيجه وجوده في نيوزيلندا. اعتقد ان هو لو كان فضل في مصر او في الخارج ما كانش هيتطور بالطريقه دي. حاجات كتيرة جدا 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 ممكن أتكلم عليها بالتفصيل، ممكن أتكلم عليها في لايف، لكن أنا حاولت ألخص أكتر 5 أو 6 حاجات أنا حاسس أن هم ليهم فايدة جامدة جدا بالنسبة لك وبالنسبة لزوجتك وبالنسبة لأولادك. برضو بالنسبة للأطفال، الأطفال مداركهم بتوسع بتتفتح، بيعرفوا حاجات ما كانوش يعرفوها قبل كده، بياخدوا ثقة في نفسهم. برضو هتكلم على تجربة نيوزيلندا، في المدارس في نيوزيلندا بيحاولوا يعلموهم الثقة بالنفس، بيديهم مهارات مش زي عندنا مثلا في بلادنا اللي هو بتحفظ كتاب وبتتعلم كتاب وبتمتحن فيه وبترميه آخر السنة زي ما احنا كلنا تعلمنا. لا، هم بيتعلموا بطريقة تانية بتخليهم قادرين يواجهوا الدنيا لما يكبروا، بيبقوا أحسن،
بيبقوا شخصياتهم اقوى مننا، ما بيبقوش مثلا ما عندهمش الخجل اللي عندنا، ما عندهمش، ما بيفكروش كتير طب انا لو قلت كده هيحصل فيا ايه، طب انا مش عارف ايه، لا بيتصرفوا بتلقائيه بذكاء اكثر، مش معناها ذكاء بس نتيجه ثقتهم بنفسهم اللي اتربوا عليها في المدارس واللي المدرسين ربوهم عليهم، بقى عندهم قدره على اول حاجه التعبير احسن عن نفسهم، الحاجه الثانيه على اختيار اصح الحاجات، بياخدوا قرارات صحيحه، بيتعلموا حاجات احنا نفسنا الكبار ما تعلمناهاش واحنا صغيرين نتيجه اختلاف طريقه التعليم. من الفيديو ده الكونكلوجن اللي انا عاوز اقوله حاجه واحده، لو قدامك فرصه تهاجر وقادر نفسيا على الهجره، وانا قلت الفيديو قبل كده ما معناه القدره النفسيه على الهجره، ما تترددش، ده رايي الشخصي، ده اللي انا بقوله ده نابع عن تجربتي وعن رايي الشخصي البحت. لو عندك فرصه تهاجر هاجر، انت بتفتح اوبشن جديد لنفسك ولولادك ولولاد ولادك ولولاد ولاد ولادك، هو اوبشن جديد. زي ما قلت ان في مميزات اكيد في عيوب، لازم تعمل كايند اوف اسسمنت او انك انت تبالانس او توازن وتشوف هل مميزات الهجره بالنسبه لك اكتر من العيوب ولا العيوب اكتر. لو طلعت المميزات اكتر، لو انت شايف انك هتستفيد اكتر انك تهاجر، هاجر هاجر، اقعد فترتك، خد باسبورك، يمكن يعجبك الوضع هناك تكمل على طول، ويمكن لا، اهو اوبشن موجود معاك في الدرج. وده اللي انا كنت بقوله لكتير قوي من الناس اللي انا اعرفهم، هاجر خد الجنسيه، خد اتليست الاقامه الدايمه، خد الاقامه الدايمه، هاجر شوف البلد عجبتك وقادر انك تعيش وحاسس ان مفيش مشكله ان ولادك يتربوا في المجتمع ده وقادر تحافظ على دينهم وعلى ثقافتهم وعلى كل حاجه، كمل. لقيت نفسك مش قادر او حصل مشاكل او العيوب تطورت وما بقتش قادر تستحملها، ولادك مثلا اتجهوا اتجاه غير صحيح او الكلام ده، خد نفسك وولادك وزوجتك واتكل على الله، ارجع بلدك، بقى عندك اوبشن موجود في الدرج ممكن تستخدمه كمان 5 سنين، كمان 10 سنين، يمكن كمان 20 سنة، الله اعلم. في ناس كتيرة قوي خدت الجنسية وسافرت، ولما رجعوا كبروا في السن رجعوا تاني وقعدوا، لان في بنشن، لان في مساعدات من الحكومة كانوا محتاجينها وهم في سنهم الكبير. ممكن أتكلم على الموضوع ده بالتفصيل في موضوع السن الكبير لما بتكبر وبتوصل فوق 65، ايه المميزات اللي انت بتاخدها وايه الفوائد اللي انت بتاخدها وانت راجل كبير في السن، او انت مثلا سيدة كبيرة في السن، الدول دي بتهتم بيك ازاي وبتحافظ عليك ازاي كبني ادم، وبتحاول انها تضمن انك انت تعيش حياة او الباقي في حياة الباقي في حياتك بشكل كويس وبشكل ادمي من غير اي مشاكل. يا رب الفيديو ده يكون عجبكم. انا الفيديو ده حاولت على قد ما اقدر الخص فيه الخمس او الست نقط المهمين او المميزات المهمه، لو عجبكم حاول تعملوا لايك، اعملوا شير، اهم حاجه تعملوا شير عشان عاوزه يوصل لاكتر عدد من الناس. ناس كتيره قوي بتمس موضوع الهجره ده وبتفتكر ان هو حاجه مستحيله وان انا هتقطع عن اهلي وان انا خلاص كل حاجه انا كده قطعت كل الخيوط ما بيني وما بين بلد الاصليه، الكلام ده مش صحيح. احنا المهاجرين بنهاجر وبنرجع مصر في اجازاتنا بنشوف اهالينا، دي من العيوب اللي انا هبتكلم فيها بعدين، بس انا قصدي احنا لا ننقطع تماما عن اهالينا ولا حاجه خالص، لا احنا بنشوفهم بيجوا لنا بنروح لهم. كتير قوي من صحابي جابوا ابوهم وامهم او امهاتهم في نيوزيلندا وقعدوا معاهم فتره. دلوقتي في العصر اللي احنا فيه بقى سهل جدا انك تتكلم في التليفون في الواتساب، ممكن تقطع تيكت طيران ويجوا لك تقدر تروح لهم، الموضوع بقى اسهل حتى لو المسافات بقت كبيره، لكن اللي هو الميز اوف ترانسبورتيشن زادت وتحسنت عكس فتره الثمانينات والتسعينات اللي كان فيها ابهاتنا صعب قوي يكلموا اهاليهم في مصر ومحتاجين ينزلوا يتكلموا من تحت ويتكلموا في الترانك زي ما بيسموه وياخدوا وقت على ما يعرفوا يوصلوا ويطمنوا على اهاليهم، وعشان ينزلوا كانوا بينزلوا كل سنه مره وكل سنتين مره، ما بقاش الكلام ده موجود. طبعا الكوفيد غير الدنيا شويه، بس بعد الكوفيد ان شاء الله هيرجع الوضع زي الاول واكتر. تاني مره اعمل لايك لو عجبك الفيديو، اعمل له شير خليه يوصل لاكتر عدد من الناس، وحط كومنتاتكم تحت في الفيديو او كومنتات على الفيديو، وانا على قد ما اقدر هحاول ان انا اجاوب عليها باسرع ما يمكن. معلش انا بعتذر ساعات اللي انا بتاخر نتيجه طبعا شغلي، انا شغال IT ERP مانجر، فانا عندي شغل كتير بعمله في نفس الوقت، بحاول على قد ما اقدر اطلع فيديوهات واقول للناس على الهجره والشغل بره والسفر والسياحه والبلاد الجديده.
فشكرا جدا ليكم، ومستني الكومنتات، مستني التعليقات، وعلى قد ما اقدر هعمل لايف كده قريبه ان شاء الله مع ناس زمايلي في استراليا، في كندا، في نيوزيلندا، في انجلترا، في المانيا، في استونيا ان شاء الله، ويا رب يعجبكم ان شاء الله. يلا واقول لكم السلام عليكم.